السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير يا أرحم الراحمين. We read the first page from الأطفال والقراءة, children and the reading in unit 5. Today, inshallah, we will continue in our lesson الأطفال والقراءة. الأطفال, children, القراءة, reading. خمسة، مرحلة البحث عن المعاني، وتبدأ بعد عامين ونصف العام أو ثلاثة أعوام، وفيها تبدو الصور للطفل وكأنها أشياء حقيقية فيها حياة، فقد يمد يده ليأخذ شيئا من صورة، وقد يقبل طفلا في صورة. We were talking about the levels of reading, مراحل القراءة. المرحلة الأولى تناول باليد, taking by hand, الإشارة إلى الصور, pointing to the pictures, naming the things, love the story, short stories. خمسة now, مرحلة البحث عن المعاني. المعاني, the meaning, المعنى. مرحلة البحث عن المعاني, the stage of البحث, searching for meaning. مرحلة البحث عن المعاني. المعنى, also المعاني جمع تكسير, imperfect plural, from المعنى, what the meaning, ما معنى, what the meaning of, ما معنى, plural المعاني. مرحلة البحث عن المعاني, the stage of searching for meaning. This stage start بعد عامين ونصف العام. It begins after 2.5 or 3 years. بعد عامين ونصف, 2.5 or 3 years from the age. وفيها, in this stage, وفيها تبدو الصور للطفل وكأنه أشياء حقيقية فيها حياة. وفيها, in which the pictures, صور, تبدو الصور للطفل, the pictures sound for child, or it's appear to be a real things. تبدو, it's appear like something is real, not pictures. وفيها تبدو الصور للطفل وكأنها أشياء حقيقية فيها حياة. There is a life in the picture, in which the picture of a child appear to be real things, in which there is life. فقد يمد يده ليأخذ شيئا. He may reach out to something from pictures. فقد يمد يده ليأخذ شيئا من صورة. He may يمد, reach out يده, his hands, to take, ليأخذ something from a picture. وقد يقبل طفلا في صورة. Or he may kiss a child in picture. يقبل, kiss. وقد يقبل طفلا في صورة. مرحلة البحث عن المعاني.
وتبدأ بعد عامين ونصف العام أو ثلاثة أعوام، وفيها تبدو الصور للطفل وكأنها أشياء حقيقية فيها حياة، فقد يمد يده ليأخذ شيئا من صورة، وقد يقبل طفلا في صورة ليأخذ. Also we have lam, reason lam, lam السببية، ليأخذ فعل مضارع منصوب بلام. Present verb has nasb or with nasb because we have this lam. We must be careful with lam الجر. Lam الجر come before noun. This lam come before الفعل. So be careful with them. يأخذ فعل مضارع منصوب بلام. Present verb in case nasb with because we have lam. تبدأ يقبل تبدو يمد تبدأ تبدو تبدأ تبدو يمد يقبل. All these فعل مضارع مرفوع بالضمة. Present verb rising with ضمة. الستة مرحلة القصص وملاحظة الحروف. القصص stories قصة قصة a story a plural القصص imperfect a plural القصص stories stage of stories وملاحظة الحروف الحرف letter الحروف letters ملاحظة وملاحظة الحروف and note the letter he will recognize the letter وتبدأ في منتصف العام الرابع this stage began in the middle of the العام الرابع the fourth year of age the child من عمر الطفل وتبدأ بعد منتصف العام الرابع من عمر الطفل it begins after the middle of the fourth year of the child's life فيكتسب الطفل القدرة على تفسير الصور والتعليق عليها كما يبدأ الاهتمام بأشكال الحروف بمثل الاهتمام بالصور فيكتسب القدرة القدرة ability and the child يكتسب الطفل the child acquires يكتسب ability على تفسير الصور to interpret pictures تفسير الصور interpret pictures فيكتسب الطفل القدرة على تفسير الصور and the child acquires the ability to interpret pictures والتعليق عليها التعليق comment and comment on them comment on the picture والتعليق عليها التعليق comment كما يبدأ الاهتمام بأشكال الحروف بمثل الاهتمام بالصور and يبدأ الاهتمام اهتمام interest بأشكال الحروف in letters shapes بمثل الاهتمام بالصور begins with the same interest in pictures ويبدأ الاهتمام بأشكال الحروف and interest in the shapes of letter begun with the same بمثل with the same interest in pictures مرحلة القصص وملاحظة الحروف the stage of stories and note the letters وتبدأ بعد منتصف العام الرابع
من عمر الطفل، فيكتسب الطفل القدرة على تفسير الصور والتعليق عليها، كما يبدأ الاهتمام بأشكال الحروف بمثل الاهتمام بالصور. It began after the middle of the fourth year old or the child life. فيكتسب and the child acquires the ability to interpret pictures والتعليق عليها and comment on them. ما يبدأ الاهتمام بأشكال الحروف بمثل الاهتمام بالصور. And interest in letter shapes begins with the same interest in pictures. سبعة، مرحلة إدراك العلاقة بين النص والصورة. النص the text، الصورة the picture. إدراك العلاقة، العلاقة relationship. إدراك realizing the stage of realizing the relationship between the text and image or picture. مرحلة إدراك العلاقة بين النص والصورة. Stage of recognizing the relationship between the text and pictures. تبدأ في الخامسة من العمر. In the 5 year old from the child. في الخامسة من العمر. It begins at the age of 5. فيجد الطفل في متعة في مصاحبة غيره. فيجد find فيها in this age متعة interest or joy في مصاحبة غيره. If he was with the other child. فيجد فيها متعة، الطفل متعة في مصاحبة غيرها. And the child finds fun. متعة fun. And the child finds fun in the company of others. مصاحبة company. لهذا تزداد مهاراته الاجتماعية. So his social skills, المهارة skill مهارات جمع مؤنث feminine plural feminine plural جمع مؤنث سالم perfect feminine plural مهارات مهارة مهارات تزداد increase. So his social skills increase. ولهذا تزداد مهاراته الاجتماعية. So his social اجتماعية skills مهارات تزداد increase. وفي هذه المرحلة and in this stage يجد الطفل متعة في كل ما يثير الضحك. الضحك the laugh. In this stage the child finds يجد متعة fun or joy في كل ما يثير الضحك. In everything that causes يثير causes الضحك laughter في كل ما يثير الضحك. In this stage the child find fun with everything that make one to laugh. وخصوصا الصور الهزلية especially comic pictures. الهزلية comic especially comic pictures. مرحلة إدراك العلاقة بين النص والصورة. النص the text
الصورة pictures or image. تبدأ في الخامسة من العمر فيجد فيها الطفل متعة في مصاحبة الكبار، لهذا تزداد مهاراته الاجتماعية social skills. وفي هذه المرحلة يجد الطفل متعة في كل ما يثير الضحك everything that causes laughter، وخصوصا الصور الهزلية especially comic pictures. ثمانية، مرحلة اكتساب العادات الرئيسة للقراءة. الرئيسة the main، مرحلة اكتساب العادات الرئيسة للقراءة the stage of اكتساب acquiring أساسية اكتساب العادات basic العادات habit الرئيسية main القراءة for reading، مرحلة اكتساب العادات الرئيسية للقراءة the stage of acquiring basic reading habits or main reading habits. وتبدأ it begin في السن السادسة من عمر الطفل، فيصبح الطفل قادرا على ممارسة العمليات الفكرية، ولذا كانت هذه السن هي الملائمة لدخول المدرسة بفضل ما يتكون لديه من مفهومات لمرونة ذكائه. This stage began at in the age of six from the child. فيصبح الطفل قادرا. The child يصبح becomes قادرا able على ممارسة العمليات الفكرية. ممارسة practice الفكرية. Intellectual العمليات operations. ويصبح الطفل قادرا على ممارسة العمليات الفكرية. The child الطفل became يصبح able to practice the intellectual operation العمليات الفكرية. He can practice that. ولذا كانت هذه السن هي الملائمة لدخول المدرسة. And therefore this age هذه السن كانت was the الملائمة appropriate age السن الملائمة the appropriate age to enter school لدخول المدرسة. بفضل ما يتكون لديه من مفهومات لمرونة ذكائه. بفضل because he the understandings he had of the flexibility المرونة flexibility of his intelligence مرونة ذكائه the flexibility of his intelligence لمرونة ذكائه. In this age that is appropriate ملائمة
appropriate age to enter the school because he had mafhumat, understandings he had of the limurunati, zakaihi, of flexibility of his intelligence. مرحلة اكتساب العادات الرئيسة للقراءة. وتبدأ في السن السادسة من عمر الطفل. فيصبح الطفل قادرا على ممارسة العمل الفكرية. Practicing or practice intellectual operation. ولذا كانت هذه السن السن الملائمة لدخول المدرسة. Appropriate age to enter the school بفضل ما يتكون لديه من مفهومات لمرونة ذكائه. Because what he have or what he has from his idiom or understanding about his flexibility of his intelligence. تسعة، مرحلة ازدياد قدرة الطفل على الانتباه ومعرفة البيئة المحيطة به. مرحلة ازدياد قدرة الطفل على الانتباه ومعرفة البيئة الخاصة به. The stage of increasing the child's ability, قدرة الطفل, the child's ability على الانتباه, to pay attention. The stage of increasing the child's ability to pay attention. ومعرفة البيئة المحيطة به. And know, معرفة, and know البيئة, the environment that around him or surrounding him. عن البيئة المحيطة به. The environment surrounding him, المحيطة به, or surrounding him. مرحلة ازدياد قدرة الطفل على الانتباه ومعرفة البيئة المحيطة به. The stage of increasing the child's ability to pay attention and know the environment around him. وتبدأ من سن السابعة حتى الثالثة عشرة. الثالثة عشرة. This began from the age of 7 until 13. فيها يحب الطفل أن يعرف ما وراء الظواهر الواقعية التي خبرها بنفسه في بيئته. فيها, in this stage, يحب الطفل, the child, likes to know, يحب أن يعرف, likes to know, أن يعرف ما وراء, ما وراء, what is behind, الظواهر الواقعية, الواقعية, real, the real, الظواهر, phenomena, الظواهر الواقعية, the real, phenomena, التي خبرها, التي خبرها بنفسه في بيئته. This phenomena that he has experienced, خبرها, experienced himself in his environment, في بيئته, in his environment. وفيها يحب الطفل أن يعرف ما وراء الظواهر الواقعية التي خبرها بنفسه في بيئته. During which the child likes, فيها, during which the child likes to know what behind the real phenomena, ما وراء الظواهر الواقعية التي خبرها بنفسه في بيئته.
that he has experienced himself in his environment. فيلجأ إلى بيئة الخيال. يلجأ he resorts. يلجأ he resorts to the بيئة الخيال environment of imagination. الخيال imagination. فيلجأ إلى بيئة الخيال. He goes to the environment of imagination. ولكنه يصبح قادرا على تمييز القصص بعضها عن بعض. But he can be able to recognize the story which from the other. بعضها عن بعض. But he becomes able to recognize stories from one to another. ولكنه he goes to the environment of imagination, but he able to recognize the story one from the other. وبينما هو خيالي and recognize between what that is fantasy or imaginary, خيالي, وما هو غير خيالي, and what is not imaginary, and recognize between what that is imaginary or isn't imaginary. مرحلة ازدياد قدرة الطفل على الانتباه ومعرفة البيئة المحيطة به, البيئة environment. وتبدأ في سن السابعة حتى الثالثة عشرة, وفيها يحب الطفل أن يعرف to know ما وراء الظواهر الطبيعية behind the real phenomena التي خبرها that experienced بنفسه himself في بيئته in his environment. فيلجأ إلى بيئة الخيال. He goes to the imagined environment. Imagination environment. ولكنه يصبح قادرا على تمييز القصص. But he becomes able to distinguish or to recognize stories from one to the others. وبينما هو خيالي, what that is imaginary, وما هو غير خيالي, what that isn't imaginary. عشرة, مرحلة التحول الخيالي إلى الواقع. التحول transition, مرحلة التحول the stage of clear transition, الواضح clear, clear transition, من الخيال إلى الواقع from the imaginary or fantasy to reality, إلى الواقع. الخيال imaginary or fantasy, الواقع the reality. This stage تبدأ start at in the age of 9, في سن التاسعة, وتبدأ في سن التاسعة. فيحب الأولاد قراءة قصص الجوالة والقصص التي تتناول حياة الأولاد. In this stage, the boys like stories about الجوالة. الجوال موبايل, we can say الموبايل, الجوال. الجوالة wanderer that make trips in the ancient period. الجوالة, they walking from country to other country. يحبون قراءة قصص الجوالة. Children love to read wanderer stories, والقصص التي تتناول حياة الأولاد. And the stories that deal with the life,
lives of children. والقصص التي تتناول حياة الأولاد. And stories that deal with the lives of like there are many stories about children, Tom Sawyer and Dreamy and a lot of them. مرحلة التحول الواضح من الخيال إلى الواقع وتبدأ في سن التاسعة فيحب الأولاد قراءة قصص الجوالة والقصص التي تتناول حياة الأولاد. The last paragraph 11 in standard Arabic. In our relative language we can say it. مرحلة التقليل من القصص الخيالية 11 مرحلة التقليل من القصص الخيالية the stage of التقليل reducing من القصص الخيالية from the fairy tales القصص الخيالية imaginary stories fairy tales reduce this مرحلة التقليل من القصص الخيالية the stage of reducing fairy tales وهي من سن العاشرة إلى الحادية عشرة السن age there is another meaning the tooth السن also tooth جمع أسنان teeth here sin age وهي من سن العاشرة إلى الحادية عشرة from the age of 10 to the 11 ولذا نجد الأولاد يعجبون كثيرا بالأبطال والمغامرين ولذا نجد therefore we find that the boys الأولاد greatly admire يعجبون كثيرا بالأبطال والمغامرين admire heroes and adventures مغامرة adventure مغامرين adventures therefore we find that the boy greatly admire يعجبون admire with the heroes and adventures ويحاولون تقليدهم to imitate them تقليدهم imitate them بينما يظل اهتمام البنات متعلقا بقصص الرحلات وعادات البلاد الأخرى while the interest of the girls اهتمام البنات while the girls interest يظل remains related متعلقا to the stories of trips الرحلات trips story of trips وعادات البلاد الأخرى and the customs of other countries the habits of other countries العادات customs or habit ولذا يجب أن نختار لهم الموضوعات التي لا تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا الإسلامية ولذا so يجب we must أن نختار we must choose لهم for them الموضوعات topics that لا تتنافى not contracted with our Islamic value and our morals أخلاق morals قيمنا values Islamic values Islamic values and morals
لذا يجب أن نختار لهم الموضوعات التي لا تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا الإسلامية. So we must choose for them topics that don't contract with our Islamic values and morals. This was our text about the children and reading. We read the first part. I put the wrong text in Telegram group. Inshallah, I will try write one tomorrow. I put all these texts in Telegram group. I will read this text. This page, Khamsa. مرحلة البحث عن المعاني وتبدأ بعد عامين ونصف العام أو ثلاثة أعوام وفيها تبدو الصور للطفل وكأنها أشياء حقيقية فيها حياة فقد يمد يده ليأخذ شيئا من صورة أو وقد يقبل طفلا في صورة. ستة مرحلة القصص وملاحظة الحروف وتبدأ بعد منتصف العام الرابع من عمر الطفل فيكتسب الطفل القدرة على تفسير الصور والتعليق عليها كما يبدأ الاهتمام بأشكال الحروف بمثل الاهتمام بالصور. سبعة مرحلة إدراك العلاقة بين النص والصورة تبدأ في الخامسة من العمر فيجد فيها الطفل متعة في مصاحبة غيره ولهذا تزداد مهاراته الاجتماعية وفي هذه المرحلة يجد الطفل متعة في كل ما يثير الضحك وخصوصاً الصور الهزلية. ثمانية مرحلة اكتساب العادات الرئيسة للقراءة وتبدأ في السن السادسة من عمر الطفل فيصبح الطفل قادرا على ممارسة العمليات الفكرية ولذا كانت هذه السن هي الملائمة لدخول المدرسة بفضل ما يتكون لديه من مفهومات لمرونة ذكائه. تسعة مرحلة ازدياد قدرة الطفل على الانتباه ومعرفة البيئة المحيطة به وتبدأ من سن السابعة وحتى الثالثة عشرة وفيها يحب الطفل أن يعرف ما وراء الظواهر الواقعية التي خبرها بنفسه في بيئته فيلجأ إلى بيئة الخيال ولكنه يصبح قادراً على تمييز القصص بعضها عن بعض وبين ما هو خيالي وما هو غير خيالي. عشرة مرحلة التحول الواضح من الخيال إلى الواقع وتبدأ في السن التاسعة فيحب الأولاد قراءة قصص الجوالة. والقصص التي تتناول حياة الأولاد. 11 مرحلة التقليل من القصص الخيالية وهي في سن العاشرة إلى الحادية عشرة ولذا نجد الأطفال يعجبون كثيرا بالأبطال والمغامرين ويحاولون تقليدهم بينما يظل اهتمام البنات متعلقا بقصص الرحلات وعادات البلاد الأخرى ولذا يجب أن نختار لهم الموضوعات التي لا تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا.
We will stop here, inshallah, today. Tomorrow, maybe there isn't a lesson. If there is one, I will put the link in Telegram group, inshallah. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمة المجتهدين الماضين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وإلى مشيخنا في طريقة النقشبندية العليا. قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أزواجهم مباركة وأعاد الله تعالى علينا بركاتهم وفضاتهم دائما وأبدا وخاصة ولهم منا الفاتحة.